وفي تعليمات اساسيه بقى يا استاذ احمد ايه في المباراه، في حاجات كده اساسيه لازم اللعيبه تبقى عارفاها. اول حاجه غير مسموح بالاخطاء، يعني الناس اللي عندها مثلا نسبه عاليه شويه في الميس باس زي ديانج لازم هم برضو زي ما بقول لحضرتك كل فرقه بتبقى عارفه الفرقه الثانيه ودرسها كويس، ممكن يضغط عليه عشان حاسين ان هو مثلا لما تجي له الكوره ممكن يبقى فيه ميس باس. المباريات دي بتخلص زي ما بيقولوا بكوره كوره، فالتركيز مهم قوي زي الهدف بتروح للكهرباء كوره خلص او خلص. كاو او حسين زي ما انا هبقى حريص جدا في الاخطاء عندي فرصة. في النص ملعبي ايوه اجيب جون من نص فرصه زي ما حضرتك بتقول. فالحاجات دي مهمه. تاني حاجه وهي الاهم ان احنا مش عايزين نصدر للحكم من البدايه ان احنا انت تبقى كذا ومايل للناحيه الثانيه وهيبقى كذا كذا كذا، لا بالعكس انا ساعده وما اديلوش حاجات في دماغه ان هو لا قدر الله ممكن يخلص الماتش ان هو انذار في طرد، انذار بدري في طرد في كلام كده، اصل الحكم ممكن لو ناوي هيضغط عليك من اول ثانيه هيضغط بحاجات كتيره قوي، مش لازم انه يحسب كره مش اوفسايد يحسبها لان في فار، انما اللي يحسبه ايه؟ انذار في الثاني طرد يبقى خلاص. لعبت ناقص. كذلك الاستفزاز بتاع لاعيبه شمال افريقيا ومنهم طبعا المغرب، استفزاز كتير جدا جدا بيخرجك عن شعوره. صحيح. شفنا هنا مثلا محمد هاني في كوره كده زق الراجل وخد انذار. الحاجات دي كلها نكزه بقول لحضرتك مش عايزين، لان كل موقف وكل حركه محسوبه. بس كولر النهارده قال انه اتمنى انه التحكيم يكون عادل. كولر كمان يعني طبعاً. مش مطمن للحكم، احنا كلنا مش مطمنين الحقيقه طبعاً. لان احنا كمان بعد اللي شفنا الراجل اللي عندنا طب ما بال حضرتك بقى هناك اسمه معتز شلماني فما بالك اللي هناك بقى في المباراه النهائيه، يعني احنا شفنا يعني ظلم تحكيمي هنا. كفؤوه بعد كده اهو قدامنا، كفؤوه يعني يحكم ماتش في بالظبط بطوله الامم تصفيات الامم. فاحنا لحد مش هنقدر نستقطب الراجل اللي هناك ده ناحيتنا. بس على الاقل نقدر نحيده بس يعني ما حدش يضغط عليه، ما حدش كذا 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 عشان ما ندلوش بس فرصه يعني. بالظبط. طيب محسن خلينا نشوف لو يعني نروح لأسوأ سيناريو، لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، في أول دقائق لقينا الوداد سجل هدف في النادي الأهلي. تاني بقول أول دقائق، مش بتكلم على 10، بتكلم فيها تلات أربع دقايق في الأول كده، تمام، اللي هو خطفك بالظبط. ده أسوأ سيناريو ممكن صحيح. يواجه النادي الأهلي. صحيح. إيه الأهلي بيبقى حاطط ده قدامه إنه وارد ويعمل ايه؟ هقول لحضرتك الموقف ده حصل مرتين. كنت لسه ذكرت لحضرتك من شويه موقف الرجاء السنه اللي فاتت، وسجل بالفعل في الدقيقه 3 ومع الضغط والحماس والحاجات اللي احنا عارفينها دي، والاهلي قدر بهدوء 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 قدر يرجع ويلعب لعبه، ما اثرش عليه الضغط وضيع ضربه جزاء علي معلول، وفي النهايه سجل هدف لمحمد عبد المنعم. بس ده ماتش مختلف. انا فاهم. في قبل كده كان في ربع نهائي الاهلي والترجي 2017 يا كابتن حشيش، لما الترجي فرض على الاهلي هنا 2-2 وراح هناك كان المدرب الكابتن حسام البدري، بعديها الاهلي فاز هناك 2-1. بس من ضمن الحاجات اللي فوجئت بيها ان الكابتن حسام بدري قال لي انا كنت حاطط من ضمن السيناريوهات ان احنا نتاخر بهدف. عملوا حاجه غريبه جدا النادي الاهلي وقتها، يعني ان هو الاهلي اتاخر بهدف في الشوط الاولاني، فالاهلي بدا يتراجع ما هاجمش. ليه ما هاجمش؟ لان الثاني خلاص مطمن، ده 0-0 اصلا ياهله. فابتدى يهاجم، لقط الطعم، ابتدى يهاجم الاهلي، فالاهلي عن طريق الاطراف علي معلول كورتين، واحده هو سجلها والثانيه جاي يسجل وشكرا خطف الماتش زي ما بيقولوا. ده سيناريو موجود بكره، اعتقد كولر بالشكل اللي هو عامله ده حاطط السيناريو ده، لان هو ده انا قلت لحضرتك بقى مش جون، ده جونين. انت هو جون واحد عندك بيساوي عندهم اثنين. نعم. فانت زي كابتن هشام قال لك لو الاهلي سجل هم محتاج اثنين عشان يتعادل مش واحد عشان يفوز. فانت ما فيش اي مشاكل خالص، ريلاكس، ما تستجبش، ما تديلهمش اصلا فرصه تضيع